ليه؟ تعالي 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 تعالي، شرب 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 شرب. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة الفيديو اضحكي، مش هشيل حاجة. النهاردة الفيديو مش بيتكلم عن حاجة. النهاردة هنكلمكم عن حياتنا في ظل حديقة الحيوان اللي احنا عايشين فيها. احنا تقريبا عايشين في حديقة حيوان. ليه؟ عشان احنا كنا عايشين في سرير. يا جماعة دي رغدة اختي، عشان نسيت اندمج. حصلتوا في الفيديو اللي فات، شفتوا روان ممكن اللي هي كانت في، مش مهم، دي رغدة. هاي اتفضلي، تحبي تعرفي نفسك ولا؟ رغدة اختي صغيرة، يعني ممكن تكون اختي الكبيرة تبان او تبان اختي التوأم، بس هي صغيرة وانا الكبيرة. تالتة ثانوي وامتحاناتها كمان شهر، كنت من 6 ايام. مش مهم، بس ما بفهمش انجليزي ده حقيقي. مذاكرش، هاي مذاكرة. ايه المهم يا جماعة، حبينا نشارككم حياتنا في هي شبه حياة. يعني عارفين الناس اللي بتجيب مثلا حيوانات اليفة تعيش معاهم، احنا يعني بيتنا احنا حيوانات اليفه، احنا اللي عايشين معاهم. يعني احنا بدانا في هاتي دي لو فاهمين، نسيت اقول نبدا الفيديو دلوقتي. يا جماعه هنوريكم الكائنات اللي عايشه معانا، او بالاصح اللي احنا عايشين معاهم. يلا نبدا. عاملين معايا يلا نبدا. هتعمل ايه؟ هو ايه؟ هو هتعمل ايه؟ هنعمل ايه كده ولا كده؟ عشان هو ليلو كده فاحنا نروح كده. يلا ماشي، اوكي. ليلي كبير قوي. يلا نبدأ. أول حاجة يا جماعة، ده ليلي. حاضر، هنستحلك دلوقتي. ده أول شخص كان معانا في الليلة دي. يعني ده ليلو يا جماعة. ليلو عنده سنة ونص، بس هو بيتشنج لما حد يمسكه، فهو ما بيحبش حد يمسكه، هو ما بيحبش حد أصلا. هو ما بيحبش حد. ده القط بتاعي، ابن رايدة الأولاني. أيوه ماشي. يو دي بقى تنزل من الارض. يو دي بنتي التانية. دي يو دي جميلة، ويعني زي ما انتم شايفين مفوكس على يو دي الجميلة. بص دي امارة صغيرة في الفيلم. دي جميلة وحنينة وفيها كل الصفات اللي انا كنت بدور عليها، وادتني الحنان اللي يودي اللي ليلو مادة. انا ما قلتش دي اسمها يودي. ايه ده؟ انا قلت دي ليلي بقى. يلا نعرف على ليلي اللي هي جت بوظت لي حياتي. طلعي يودي بقى، عشان هما الاثنين مع بعض بيعملوا حرب ملهاش اي لازمه، غير ان هي بتعمل تواليت في كل حته في البيت. او روايدة تقوم مستغله الفرصه في ان ماما ماما عليها. مبدا ماما نجيب نوع من كل واحده من كل نوع، فبالتالي يعني مستنين مني ان انا امشي واحده قطه من اللي عندي، مع ان كان الموضوع طبيعي الصراحه. يعني انا مش الموضوع كان ماشي كويس جدا. ايه لازمه قطتين يعني؟ عشان هما يعني تربيتهم عمليه، يعني مش بيعملوا تواليت في كل حته، بيعملوا تواليت في مكان محدد. بس عندهم ضوافر ما شاء الله، مخالب يا دوبك يجي يطلع على الكنبه. طبعا دي حاجه فارغه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تداوى شعرهم اللي بيطير في كل حتة، دي حاجة فارغة يا جماعة. الكلاب، بصوا يا جماعة، الكلاب أليفة يا جماعة، الكلاب حلوة. حلو، كلبة. متفقين إن الكلاب وفية، ولكن ماشي أنا متفقة معاك، والكلاب جميلة، بس يعني بالنسبة لي من بعيد، يعني ما تجيش تعيش معايا. هو يعني في حماس بزيادة كده، حماس عندها صراحة. ليلي موهبتها الوحيدة في الحياة انها تمسك ودن يودي او ديلها، بتشد وتشد بيها زي ورك الفرخة كده في البيت. ولا يا جماعة شيء غير آدمي، واظن واضح مين الطيب دلوقتي ومين الشرير. الناس تقدر تقول القطط وحشة، مش هو يا جماعة بيلعب معاها مش اكتر. القطط على فكرة، في حاجة الناس بتعرفش، القطط شخصيات. يعني ليلو شايفينه هو دلوقتي مش ايوه القطط شخصيات. ليلو هادي، بني ادم هادي. وانتوا انا قلت بني ادم ودي مهزتي. ليلو كائن هادي وانطوائي جدا، تمام، ما يحبش حد يشيله. لكن يودي شقيه جدا، بتلعب جدا، وفيه جدا، جميله جدا. انت قلتي بصي للبتاع صح؟ قلت ايه؟ كل ده انت قلتي بصي هنا صح؟ انت ورده في البصه فوق. انا ولد حاسه دي حاجه مختلفه. انا قلت انقل لك خبرتي من الفيديوهات اللي فاتت، عشان انا برضو ملاحظه ان انا متشعبته فوق وانت باصه هنا. اصل ده المفروض انا مش باصه في شكلي بقى دايما. لما تصور انا ورايده الناس يقولوا يعني
انا دايما واحده انا عشان بفهم ببص هنا قاعده بس للكاميرا وانا بس للشاشه عادي يعني. المهم يا جماعه ان في مشكله برضو ايه يعني القطه تاكل اكل الكلب والكلب ياكل اكل القطه. ثواني بقى لا لا لا, 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 لا فيديو معايا فيديو يودي متلبسه تاكل اكل مره لا ما ايه مره شربت التوابل كله ايه رغدة انتي بتفتي على فكرة هي كانت مرة طب معايا الفيديو هي كانت انا مصدقاكي ان معاكي الفيديو بس هي كانت مرة يا ما طبعا الفيديو ده بقى احب يعني احب اوجه رسالة ماما وتيتا ارجوكم تمشيش ليلي قصدي ليلو انا كنت حابة اوجه رسالة ان الناس تجيب قطط يعني وتنسى الكلاب بس يعني دي رسالة كويسة يا جماعة فكشوا الكلاب رسالة كويسة انا بحب الكلاب بس بحبهم بعيد عن مش بحبهم في بيتي قول لهم كده بيعمل ليلي لو تعرف ما تعرفش وانت ما تعرفش تقول لها ايه ولا ايه رويده بتغريها بالاداء بس هي بتشتمها وهي بتناديها بقى العبي تبي تعمل لك اصل هي ليلي صراحه يعني هي بالنسبه لي بحجمها ده يا قطه فاحنا كنا في سلام قبل ما يجي الكلب ولكن نحن متعايشين يعني انا المتضرره ولا انت متضرره في الكلات ان انا مشيت يعني انا ما انا متض... انا بجد تعبت ما معلش ما حدش قال لي يا جماعه يعني القطه اتعرفت من اول مره يا دوبك حطيناها كده شمت ستوب نقف اللي هنا يعني معنى كده نستنتج ان القطط ايه ذكيه ذكيه القطط احنا ما اختلفناش يعني هي ليلي عارفه ان حاجه غلط فهي اذا ده غلط اذا طب انا رايحه اعمله بقى فهي ده غباء متعب خلاصه الامر يا جماعه ان القطط بس حد فاهم رويدا ان ده مش فير انها هتفضل تحرض ماما وتيتا على انهم يمشوا الكلب ما انت بتحرضيهم ان ماشي خالص انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي القطط يا ولد شفتي حاولت اعملها زوازت انا بالنسبه لي استني ثواني يا جماعه بالنسبه لي بالنسبه لي القطط كبيره كده وانا طالعه الخطوط كبيره قوي انت مقلباني الخطوط دي رايده بس المهم يا جماعه عندي اعلان اقول لكم عليه ان انا امتحاناتي هتبدا يوم 12/5 وتخلص يوم 5/6 ففي الفتره دي هيكون صعب شويه ان انا اعمل فيديوهات تقريبا فتره يعني اسبوعين دول ثلاث اسابيع مثلا ثلاث اسابيع فممكن احتمال ما اقدرش اعمل فيديوهات بانتظام في الوقت ده بس لو لقيت وقت لو لقيت وقت اعمل فيه فيديوهات اكيد هعمل فالناس اللي تلاقيني مثلا سكتت كده نمت الاسبوعين ولا حاجه ما يفر يا جماعه خلوا السبسكرايب يا جماعه انا يعني موجوده انا عايشه والله مش راجعه تاني همتحن وراجع بس يعني هو ده مش فيديو عن القطط بس تقريبا ولا الكلاب يعني هو ده فيديو بس عن حياتي انا ورويده سوا خلينا نعمل لها صوني تشيك دبدومي دخلنا في الكلب كده دخلنا في الكلب منظر ورويده احنا نفس لون العين هو ده التواليت بتاع ليلي يا جماعه اروان بتقول لنا ان ليلي عامله تواليت في الارض دلوقتي راضعه طب انت عارفه عشان شكلي زي الزبده سوري مش هينفع نعم سوري بدل ما جيت لحد هنا انا بص فوق ايه رايده بص ما انا برده مش مهتمه بشكلي فوق لازم تهتمي اعملي ثواني كده يا رغده اعملي اي كونتاكت مع المشاهد رغده استني عايزه اجرب حاجه كده اطلعي اطلعي لا خليكي واقفه لا تعالي جوه تاني معلش مش عارفه بيعملوها ازاي فانا هجرب اعملها في المونتاج اوكي كده تعالي قربي يا رغده خايفه هنروح فين كده خليكي كده مش عارفه انا بعمل ايه تقريبا ممكن اظبطها في المونتاج ما انا بكت بقى و يعني وانا بتتعب يا حرام جماعه بقى جماعه ده اسمه مالتي تاسكينج يا رغده تتعبي في كل حاجه ده اللي انت ما تعرفوش عن الحياه لو ما عملتش سبسكرايب ولايك اعرف ان الشيطان هو اللي منعك المهم يا جماعه ان انتوا فهمتوا انكم تعملوا تجيبوا قطط تجيبوا قطط وتعملوا لايك وسبسكرايب ما تنسوش يا جماعه وكمان بقى على الفيديو كومنت يا جماعه صح كومنت قولوا لي عايزين نشوف تغير اللي هو الفيديو كومنت تحت الفيديو قولوا لي عايزين تشوفوني في ايه ولو عايزين رغده تطلع معايا في حاجه ثانيه ما تقولوش انا بس قولوا لو عايزين تشوفوا المنظر ده ثاني قولوا لي تشوفونا في ايه مع بعض او في ايه لوحدي ولو تلاحظوا معانا ان انا غيرت السات دي اوضتي بس هو السات لسه ما جهزش قوي عشان هيكون فيه حاجات ورا لما يجهز هتشوفوه وصلنا لاخر الفيديو لو عجبكم لايك وسبسكرايب انا قلتها قبل كده بس بقولها تاني يا ليلي مش عارفه انت
انتي طول الفيديو ورايا اصلا مش فاهمه وكتف ولا مش كتف. المهم يا جماعه بالنسبه للناس اللي عندها امتحانات اللي هو تقريبا معظمنا، ذاكروا يا جماعه وسيبوا موبايلاتكم وحاجاتكم وبتاع ذاكروا خلاص، ما فاضلش غير يعني وقت قليل. فبجد والله بكلمكم بجد، ذاكروا يعني. صح ولا ايه؟ انا بقول كده برضه، ذاكروا واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.